les APV. في هذه المحطة التاريخية التي نسترجع فيها معا ذكرى استشهاد 62 من دواكرة من الجزائر على يد ذلك التنظيم الإرهابي المجرم الجيش السري. هذه الفترة أين أقدم هذا التنظيم على اغتيال أزيد من 155 نخبة جزائري من النخبة على رأس مولد فرعون، القيام بأكثر من 400 عملية عسكرية، بالقيام بأكثر من 2000 ما يقارب 2300 تفجير. هذه التفجيرات التي كان من ضمنها هذا التفجير المنظم. إذا كان بالأمس جدادنا عطوا الدماء من أجل استقلالنا، اليوم وكما كان وجهه سيد الرئيس الجمهورية بالأمس في خطابه، اليوم هو الاستقلال الاقتصادي. هذه الفئة وهذا الجيل أمثالنا اللي ما عرفناش الاستعمار، يجب أن نعمل، أن نواظب، أن نجتهد من أجل الاستقلال الاقتصادي في كل الميادين. شهداء بالأمس ضحوا بالنفس والنفيس من أجل كرامة الجزائر وأعطوا درسا في الصمود للعالم، واليوم علينا أن نستخلص العبر ولنوحد صفوفنا ونبني البلاد بالعلم والعمل والإخلاص لذاكرتهم.